نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. بشرية جمعاء اللي أمام تحدي كبير ياسر، وفي كل مرة عنا شمعة مضيئة. ربي فضلنا هالبلاد اللي نحبها ياسر الحقيقة، منهم ناس كما الدكتورة أنيسة بوعسكر، ومنهم ناس كما المتطوعين واللي موجودين في الإحاطة النفسية. أنيسة بوعسكر طبيبة نفسانية مختصة في علاج صدمات، رئيس تخلية الإحاطة النفسية بضحايا الكوارث. مرحبا بك مدام. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي مزيكا فام. شنو الخلية هذه؟ هي أحدثت في 2016، شنو كانت مجالات تدخلها مدام بوعسكر، واليوم شنو الهدف الأساسي منها؟ هي أحدثت بصفة معناتها رسمية فمرسوم وزاري 2016، لكن بدات تخدم كيما معناتها سيتي امبروفيزي يعني بطريقة، خاطر اختصار العمليات الإرهابية 2015 تجندنا احنا وانتي اورغانيزي وقمنا بالإحاطة النفسية بالضحايا ولا بالناس اللي كانوا موجودين اللي تأثروا، وبشوية بشوية خممنا باش تولي الخلية هذه الهدف نتاعها، الميسيون نتاعها اللي معناتها اسانسيلمون وقائيه، الدور نتاعها وقائي من الاعراض النفسيه اللي تتولد عن احداث صادمه. الناس اللي تعرضوا للصدمات ما همش كل قادرين باش يتجاوزوهم، فما ناس معناتها تطلب رعاية خاصة، اللي هما عندهم مثلا دي انتيسيدون قبل بسيكياتريك، ولا اللي هما تعرضوا لصدمات قبل، ولا اللي هما في ظروف تخليهم في هشاشة ما ينجموش يتجاوزوا الصدمة هذه وحدهم. اللي هما مدام بوعسكر دكتورة، إذا كانت تتحرك شوية في بلاصة فيها ريزو باش نجمو نسمعوك بالكدا. ألو مدام بوعسكر. أوي ألو نسمع فيك. هكا ممتاز. ألو حطيتوا رقم أخضر 80-105-050 من 9 صباحا إلى 7 مساء. شكون فيه مركز النداء هذايا؟ الطباء متطوعين متربسين؟ كيفاش تصير العملية؟ أعطيني أن كاتيبي فضلك مدام. كتيب واحد متقلق سمع النداء هذايا، قال روحه ما عنده مثلا حالة خوف ديما مستمرة على عصابه تبدل، ولا عنده كوابيس، ماهمش كلهم نفس البروفيل. المهم أي عبد متقلق يحس في روحه متقلق وحاجته باش إلى معناتها إحاطة نفسية يطلب الرقم الأخضر هذايا 80-10-50-50، يهز التليفون على تخبو جوفي. فما متطوعين منا الطلبة متاع الطب، وتوا خلطوا علينا زيدا دي بسيكولوج زيدا يهزوا التليفون من الأول، يعني اللي باش يكلموا من الأول راهو جوست باش يوجهوا، يعني يسألوا ياخذ من عنده المعلومات الكافية اللي تخليه يوجهوا الأخصائي نفسي وإلا الطبيب نفسي. حسب ما تفهم حالات اللي يعني تدخل متاع أخصائي نفسي تكفي فيهم، وفما حالات اللي مثلا اللي هو كان يعدي قبل عن طبيب نفسي وقص على دويه، وإلا في جرة ما على خطر الحجر الحالة متاعه كما تنجم تكون تنكس ولا تنجم تعكرت، كما يعني إذا كان الأعراض تكون أعراض يعني قوية برشا وقتها نوجهه للطبيب. وأحنا جندنا 200 طبيب وأخصائي نفسي متطوعين من القطاع الخاص ومن القطاع العام، والكلهم حطوا يعني عطاونا نمر تليفوناتهم على ذمتنا. احنا شنو اللي نعملوا معناتها؟ هما من الشمال والجنوب والوسط، وفما اطباء نفسيين، فما اطباء اطفال ومراهقين، معناتها ماهوش خاطر نفس الاختصاص، يعني فما اللي خاصين معناتها اللي متخصصين في الكهول ولا اللي متخصصين في البيدوبسيكياتري. دونك اللي باش يتلقى المكالمة باش يسأل سؤالات الشخص اللي طالب السيرفيس هذايا، وهو على حسب الإجابة نتاعو باش يحطو مون كاتيجوري، يعني حسب العمر نتاعو يوجهو، وإلا معناتها ونحاولوا في معناتها على قدر الإمكان نوجهوه للطبيب معناتها ولا أخصائي نفسي في الجهة نتاعو، خاطر هو يبدا في علم بالخصوصيات نتاع الجهة هذه، ويبدا زاده هو اون كونيكسيون مع ليتابليسمون سي دو لا سانتي. ساعات فما حالات معناتها جاتنا اللي تستوجب حتى التدخل، معناه
حتى تدخل ولا اوسبيتاليزاسيون دونك الناس يكلم لوبيتال ولا يقول له سي اون يورجونس خاطر كيما تعرف اللي سيرفيس الكل قاعدين يمشيو او مينيموم تاو الناس الكل متجندين من جبهة الوباء اي دونك احنا امام عمليه فرز أولى خط أول والخط هذايا خاصة يفرهد الناس اللي تحس نفسها تحب تلقى التوجيه خاصة وقت اللي يكون الموضوع موضوع صعوبات نفسية ولا قلق نفسي مناش نحكيه على الكورونا إسانسيال ما مش اللي عنده أعراض ولا نحكي أي ولا ليه ساعات اللي الناس متأثرة نفسانيا مش هما اللي مصابين بالكورونا يعني ساعات الناس اللي معناتها عندهم معناتها هما حساسين سور البلان معناتها بسيكولوجيك شوف نجمو نعملوا لو باراليل مع الفيزيك ريت 80 10 19 19 للناس اللي عنده سخانة يكح يعملوا فرس اللي يبعثوا للسامو واللي يقولوا له ليه هذيك ما تستحقش تستحق متابعة احنا نعملوا فرس في المستوى النفسي ونحاولوا نقويوا المناعة النفسية نتاع المواطنين اللي متقلق يطلب واحنا نعملوا عملية الفرز ونوجهوه يعني واضح 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 80 10 50 50 80 10 50 50. الوغ مدام بوعسكر اليوم هذا للمواطن التونسي وما نجم كان نشكرك صفق عليهم مش نقول ما فماش حاجه اخرى انا نحب نشكر الشباب الطلاب نتاع الطب اللي هما معناتها متطوعين واللي مستحقينهم تعرفش خاطر احنا خلطنا اكثر من 6000 مكالمه واللي بون فما 3000 جوست يعني طلبوا باش يعني جوست باش يثبتوا ايزون ديكروشي يعني انا مي لي زابيل اللي خلطوا اوتور دو 1000 معناتها اوتور دو 1400 معناتها الباقي كل جاو بعد الوقت خاطر اون بو با معناتها موبيليزي العباد 24 ساعه قداش الموين الان اللي يجيكم قداش المعدل نتاع المكالمات اللي يجيكم في النهار اللي ها قلت لك جاونا اللي قاعدوا 3600 الاخرين 6000 اللي كلموا معناتها فهمت احنا على 1400 افكتيف اللي كانوا نجموا يتعداو ما نجمناش نعديو ميم با لو انكار نتاعهم يعني فهمت دونك انا بيزوان دو بلوس دو بينيفول في لي لاسوسياميد ولا من الهلال الاحمر دي ديتيديون اون ميديسين خاطر حاجتنا بدي زانفورماسيون معناتها من الاول اون في لو تري افيك دي زانفورماسيون ميديكال يعني مستحقين متطوعين كي هو يطلب يعني يطلب للبسيكياتر ولا البسيكولوج يعطي اون فيش معناتها نتاع شنو اللي عنده اللي يكلم يوجهه هكاكا فهمت باش يلفا ديريكتومون في فيف دو سوجي مدام بوعسكر بالنسبه للاطباء بيدهم وللاطار الطبي والشبه الطبي خممتوش على الكيستيون هذايا على خاطر هما في لي بروميير ليني وهما معرضين لان ستريس واحنا راهو معناتها هذه البدر اللي عملناها فهي ديما احنا الكاب قلت لك هي سي بلوس دو لا بريفونسيون اللي هي الوقايه وشفنا شنو اللي صاير في الصين وفي ايطاليا وفي فرنسا توا معناتها شفنا حاله الستريس الكبيره اللي الطب اللي هما متعرضين كوسوسوا فيزيكمون ولا بسيكولوجيكمون وهما معناتها اولا ساعه اون في معناتها اون ابوي حتى نحن افيك توت نوتر فورس اللي باش الطب يكونوا عندهم لا بروتيكسيون نيسيسير سي تري امبورطون باش كيف يبدا هو يخدم يبدا يكون متني على روحه وهذه اللي احنا نتوا خرجة من ريونيون في وزارة الصحة وهنئونا على الحكاية هذه وقالوا اللي البيرسونيل باش يكون يعني دو بلوز ان بلو كيما تعرف فما نقص في النقص في المال هذوما الماتيريال دو دو بروتيكسيون دونك سي تري امبورطون انت تبيب اعطيه باش نوع يخدم اعطيه يبدا متني والباقي علينا نحن دونك احنا اون مي على ديسبوزيسيون دي بروفيسيونيل دو لا سانتي بكاركه مع معهد براس للتاهيل رقمين ما حبيناش خاطر ساعات هما خاطر قالوا عليهم في الاعلام ولاو لاعبين معناتها ما فماش علاش بما انه هذه ارقام باش تعطى للمهنيين دونك بداو يكلموا فينا سي اون فيت سي جوست ان ابوي بور لا جيستيون دو ستريس فهمت خاطر واحد يبدا في وسط الخدمه ينسى روحه احنا اون لا بور لور دير زيد خاطر هما راهو كلهم اللي خدم اللي اختار باش يعمل مهنه الطب يعرف روحه على شنو قادم وي لي بري معناتها ils sont tous en train de sacrifier leur santé باش يكونوا في خدمه المواطن مي لا معناتها سي اون بيريود فريمون دو ستريس هما من معناتها من غير حتى شيء في ستريس
من غير شاي عندهم دي معناتها بيرن اوت عندهم من عارف شنو وتوا ايلزون انكور بلوس بيزوان دو سوتيان ما فيها بس احنا نشجعوهم ندعموهم سيكولوجيكمون ندعموهم بدو ماتيريال دو بروتيكسيون فما برشا مبادرات من المجتمع المدني اللي نحييها اللي فريمون تهز المورال بالكدا للطب هذوما راهم هما الجنود الاولانيين اللي في البروميير ليني دونك احنا ان طونك بسيكياتر سيكولوج اون اي لا بور لي سوتينير مي افون يلزم بزوان كيما المواطن راهو توا المواطن اللي دافيل نتاعو على غدوة على دي كيستيون ايكونوميك يلزم زاد نطمنوه شنو اللي نجمو نعملوه باش الناس معناتها لي بسيكولوج ولي بسيكياتر نو بوف با معناتها ريبوندغ يلزمهم حاجات دو باز اللي يلزمهم نلبيهم اون اي لا بور ابويي سي دوموند وبارك الله فيك بارك الله فيك انت مدام بوعسكر بارك الله فيك انا نوعدك انو نرجعو لك ليك انت ونرجعو لبقيه المختصين نعرف 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 نرجع لكم الكل ونقدم لكم أجمل أجمل تحية بارك الله فيك من خلالك أنت بطبيعة الناس بطبيعة الحال الناس اللي موجودة في الخط الأول كإطار طبي وشبه طبي اللي في مقاومة الكورونا فيروس في بلادنا من بعد فما خط ثاني وفما خط ثالث وفما الناس اللي كيما مدام بوعسكر كيما اللي بسيكولوج واللي بسيكياتر اللي بتجندين باش يرافقوا التوانسة ويرافقوا زاد الإطار الطبي قاعدين تفهموا يظهر لي بالواضح اللي ما نمش نجم ونخرجوا منها كان الناس الكل اليد في اليد مع بعض إذا كان ما نيش باش نفهموا هذا باش نخسروا كل شيء وإذا كان فما فترة مدعوة فيها تونس أنها توري نفسها إلى أي مدى تونس قادرين باش مع بعضهم يهزوا وذن القفة مع بعضهم راهو هذا هي وهذا هو اللحظة الفارقة هذه اللحظة اللي باش نفهموا بها أحنا وطن وأحنا أمة متماسكة وناس متماسكين ومواطنين متماسكين ومسؤولين وإلا احنا رعاية وقانون الغاب هو اللي بشيغل هذه هي اللحظة الفارقة.